حر قلبي لزينب مذ رأته ترب الجسم مثخنا بالجراح. شوف خيال هذا الشاعر شلون عندما رأت الحسين سلام الله عليه، لم تكن اللغة المتداولة بينها وبين الحسين هي لغة الكلام، يعني مو لغة اللسان، ما قام اللسان يحكي، اللسان عجز عن الكلام، ولكن تكلمت العيون. ما قدرت زينب تتحكي تتكلم. حر قلبي لزينب مذ رأته ترب الجسم مثخنا بالجراح. سوى أخرس الخاط نطقها فدعته بدموع بما تجن في صاحي. اتقل يا منار الظلال والليل والليل داج وظلال الرميض واليوم ضاحي. كنت لي تتذكر أيام الأول، ها أيام عزها أيام جلالها، كنت لي يوم كنت كهفا منيعا سجسج الظل خافق الأرواح. أترى القوم مذ عليك مررنا منعونا من البكا والنياح. إن يكن هينا عليك هواني واغترابي مع العدا وانتزاحي ومسيري أسيرة للأعادي وركوبي على النياق الطلاحي. وحسين فبرغم أني أراك مقيما بين سمر القناة وبيض الصفاح سافرت زينب بلا والي واليها عليل. ايه اقرا وياي انا تعبان شويه ساعدني. سافرت زينب بلا والي واليها عليل مرت شافت وليها على الثرى بدمه غسل مغسل بدمه يا ويلي والجفوف مقطعه وعاينت عباس متقطع بجنبل وجاسم الاكبر جثثهم على الرمضه موزعه ظلت تنادي يا فرسان الظعن عزم يشيل عزم يشيل الظعن وينك يا جاسم يا علي يا المقطع بالشريعه قوم عد المحمله وتدري ماني معوده امشي دليله بلا ولي وخرت سكينه على ابوها ومدمعها يسيل. ايه ماجور 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 تسيل دمعتها يا ويلي
وتمسح الدم الجروح وحين ضمها لعد صدره شقت وظلت تنوح رج شمر بالسوط لها وروحها كادت تروح وزينب تشوفها وتتدخل ولا يفيد الدخيل مأجور يا الشمر ما تراقب الله ذوبت منها الفؤاد تضرب طفيلة ثلاثة أيام ما ضاقت الزق قال فزعي لي هليش قالت هلي عني أبعاد بالأمس عندي عشيرة واصبحت مالي كفي أعود البيت عليك يا الشمر ما تراقب الله ذوبت منها الفؤاد تضرب طفيلة ثلاثة أيام ما ضاقت الزهر قال فزعي لي هلج قالت هلي عني بالأمس عندي عشيرة واصبحت مالي كفيل.